إذن نناقش الآن تطور أسعار النفط تبعاً للقرار الأمريكي الذي يقضي بإلغاء الإعفاءات على استيراد النفط الإيراني، بالإضافة إلى ردود الفعل الدولية بهذا الإطار. ماذا ننتظر من إيران وحركة الأسواق؟ مع ضيفنا من الرياض المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط دكتور فيصل ميرزا، أهلا بك معنا عبر سكاي نيوز عربية وفي عالم الطاقة. نبدأ من آثار إلغاء الاستثناءات على أسواق النفط، إلى أي حد نرى تبعات وتأثيرات لهذه الإلغاءات؟ طبعا القرار الامريكي بوقف تمديد الاعفاءات الامريكيه كان مفاجئا للاسواق، كما ان القرار بالاعفاءات كان مفاجئا قبل تقريبا 6 اشهر، وصعد وهبط باسعار النفط من 86 دولار الى تقريبا 55 دولار. الان نرى خام برنت يتجه قبل قليل الى 74.5 دولار للبرميل، وهذا هو اعلى سعر تقريبا في تقريبا 5 اشهر. الانظر والمراقبي الاسواق الان تتجه انظارهم الى المملكه العربيه السعوديه، والتي هي المنتج المرجح الوحيد في العالم والذي له الدور الريادي والمحوري في توازن السوق، والمملكه العربيه السعوديه هي الوحيده القادره على تعويض اي نقص من براميل النفط الايرانيه. الانتاج النفط الايراني كان متذبذب جدا حتى مع الاعفاءات الامريكيه في الاشهر الخمسه الماضيه، هناك كثير من الدول لم تتجه الى النفط الايراني الا متاخرا، واقرب مثال على ذلك كانت اليابان وكوريا. منذ الاعفاءات في بدايه نوفمبر 2018 لم يبداوا باستيراد النفط الايراني الا في بدايه شهر فبراير. الى اي حد سيكون هناك نقص من المطلوب تعويضه برايكم؟ طبعا الان توازن العرض والطلب، السبلاي ديماند بالانس، تقريبا متوازن، وذلك بفضل تخفيض انتاج اوبك بلس اللي هو 1,200,000 برميل، والذي بدا مع مطلع هذا العام. الان نحن في الشهر تقريبا الرابع ونهايه الشهر الرابع على التوالي لهذا التخفيض. الفائض تقريبا كان 1,200,000 برميل، الان تقريبا تقلص، ولن يكون هناك عجز في السوق الا بعد ان تتمخض العقوبات الأمريكية على إيران فعليا وتتجه صادرات إيران إلى الصفر. قبل ذلك من الصعب أن نرى أي فائض أو أي عجز في الأمدادات العالمية. هل تتوقع أي مواقف مضادة من بعض الدول التي تريد الاستمرار باستيراد النفط الإيراني، أو قد نرى ربما مساعي للالتفاف على العقوبات من قبل طهران؟ إلى أي حد هذا ممكن؟ طبعا هناك ثلاث دول كانوا يأملون كثيرا أن يكون هناك تمديد للإعفاءات بعد 180 يوم التي ستنتهي الأسبوع القادم. كانوا يأملون في 180 يوم أخرى من الإعفاءات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني، وهذه الدول هي الهند والصين وتركيا، ومجموع كل الصادرات التي تصلهم إيران تقريبا 1,000,000 برميل يوميا. لن تستطيع تركيا ولن تستطيع الهند التعامل خارج نظام المالي العالمي، خارج الدولار الأمريكي. الصين قد تلتجئ لبعض المقايضات المشبوهة مع إيران بالسلع والسلع التجارية، ولكن ليس هذا ما تحتاجه إيران لدعم الإرهاب. إيران تحتاج إلى السيولة النقدية، والسيولة النقدية هذه لا تتم إلا عن طريق بيع النفط مقابل عملات أخرى غير الدولار، وهذا جدا جدا احتماله ضئيل. هناك طرق أخرى للالتفاف على العقوبات من إيران، رأيناها سابقا في عام 2012، ورأيناها أيضا قبل بدء الإعفاءات الأمريكية، وهي مثلا إطفاء أجهزة التعقب على ناقلات النفط الإيرانية لكي لا تتبع مكان تفريغ الشحنات، وهذا تجربة جدا عقيمة لن تجدي فائدة للنظام الإيراني، لأنها في النهاية النظام المالي عالمي والبنوك لن تستطيع أن تؤمن الشحنات النفط الإيرانية بالأموال وتحويلات الأموال اللي هو الفاينانشال ريليزز إلا في إطار النظام المالي العالمي وهو بالدولار. طبعا هناك طرق أخرى، ومثلا اللي هي مقايضة النفط بالغاز مع الدول المطلة على بحر قزوين، وهذه أيضا لا ندري إلى الآن إذا ستكون ضمن العقوبات الأمريكية على إيران أو لا. وأيضا هناك بعض المقايضات بالنسبة للنفط مع الدول المجاورة، وأيضا المنتجات المكررة والتي تستبدلها إيران في حاجتها لتصدير النفط.
كما تابعنا منذ قليل الارتفاعات التي تسجلها أسعار النفط، لا سيما قد وصلت منذ بداية العام إلى نحو 40%، إلى أي حد بالنسبة لبرانت، وأكثر من 40% بنحو 45% بالنسبة للأمريكي الخفيف، إلى أي حد هذه الارتفاعات ستستمر؟ ما هو نطاق الأسعار المتوقع، لا سيما بعد التصريحات السعودية التي أشارت إلى أنها ستتدخل للحفاظ على توازن السوق ولتعويض أي نقص في هذه الإمدادات؟ طبعا المملكة العربية السعودية أمامها دور كبير جدا تقوم به لتوازن السوق، خصوصا بعد العقوبات الأمريكية التي ستنفذ إن شاء الله الأسبوع القادم. هناك لجنة المراقبة الوزارية ستجتمع في بعد تقريبا أسبوعين، هناك اجتماع أوبك في فيينا في نهاية شهر جون، وكلها سوف تراقب الأسواق عن كثب أوبك بلس وأوبك والمملكة العربية السعودية لكي تحدد الاستراتيجية القادمة في توازن السوق والتي يحتاجها السوق بناء على القراءات هذه، وبناء أيضا على مستويات المخزونات النفطية. بالنسبة لخام برنت، خام برنت ظل يتذبذب باتجاه صعودي بطيء جدا إلى أن تعدى حاجز 70 دولار، وكما ترين تقريبا في الأسابيع الثلاثة الماضية استقر تقريبا حاجز برنت، وقرار أمريكا البارح صعد بخام برنت أيضا إلى مستويات قريبة من 75 دولار، وسوف نرى تصاعد تدريجي قد يصل إلى مستوى 80 دولار، إلى أن تتخذ أوبك استراتيجية أخرى تختلف عن استراتيجية خفض الانتاج، وهي استراتيجية ضخ مزيد من البراميل لتعويض النقص من النفط الإيراني. غير ذلك سوف تستمر الأسعار بالزيادة. وهناك عامل جدا مهم أيضا وهو الفيزيكال ماركت، أسواق النفط المادية تشهد تضييقا جدا من ناحية البراميل المباعة، لا يوجد براميل غير مباعة في السوق، كل البراميل بيعت، وحتى النفط الأمريكي الذي لا تحبذه جميع المصافي المتطورة نجدها أيضا أنه يجد طريقه إلى المصافي الآسيوية المتطورة. هنا نسأل أيضا عن المنافسة بين النفط التقليدي والنفط الصخري. نعلم أن النفط الأمريكي بنمو مضطرد بالإنتاج وصل إلى 12 مليون و100 ألف برميل مؤخرا، حتى كان تراجع بنحو 100 ألف برميل الأسبوع الماضي. إلى أي حد هناك منافسة بهذا الإطار، وهل فعلا سيكون هناك عوامل تؤدي إلى ارتفاعات الأسعار في المرحلة المقبلة، أم أن كل العوامل ستبقي الأسعار بالنطاقات الحالية؟ طبعا النقطة هذه جدا مهمة، أشكرك على هذا السؤال. هذا السؤال كثيرا ما يثار في الإعلام النفطي أنه حصص أوبك وحصص دول الخليج النفطية في السوق هي تهدد من النفط الأمريكي. مستحيل النفط الأمريكي حتى وإن وصل إنتاجه إلى ذروته فوق 12 مليون برميل يوميا، أمريكا إلى الآن تتعثر في التصدير، تصدير أمريكا لا يتعدى 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميا، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغذي المصافي المتطورة والتي تحتاج إلى النفط المتوسط والثقيل عالي الكبريت الهاي سيلفر. أمريكا تساهم فعليا في توازن السوق بإنتاجها، ولكن لا تستطيع أن تغطي هذه الفجوة المهمة التي لا يغطيها سوى المنتج المرجح من المملكة العربية السعودية ودول أوبك في الخليج العربي، والتي معتمدة أغلب المصافي المتطورة عالميا ومنها أيضا المصافي الأمريكية على هذا النفط المتوسط والثقيل. شكرا جزيلا لضيفنا من الرياض المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط دكتور فيصل ميرزا. وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من عالم الطاقة. تحدثنا عن تطور العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني والتبعات المرتبطة بارتفاعات الأسعار. شكرا للمتابعة، ملتقانا يتجدد الأسبوع القادم.